عقدت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اجتماعها الرابع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لمناقشة التحديات التي قد تواجه الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات. ناقش الاجتماع تجديد الاستراتيجية الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة وإنشاء ممر من المجمعات الصناعية في الصعيد وتوفير قروض وتمويلات ميسرة لتطوير وتحديث الآلات والمعدات. أكد وزير قطاع العمل العام محمد شيمي أن استراتيجية الدولة تستهدف تعظيم العائد على الأصول وتحقيق التكامل بينها وحسن إدارة استثمارات الدولة في الشركات التابعة. وأكد شيمي ضرورة المساهمة الفعالة في دعم وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات. هذا وقد تابع وزير قطاع الأعمال مستجدات تنفيذ استراتيجية الوزارة في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء مع وفد من شركة عالمية لاستعراض استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية. وشدد الوزير خلال الاجتماع على دعم الوزارة لكامل الشركة والتزامها بإزالة كافة التحديات التي قد تواجه الشركة، مشيرا إلى أهمية قيام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق المصرية والاستفادة من الحوافز التي تتيحها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر. اجتمع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع وفد رفيع المستوى من مجموعة ميرسك إي بي مولر برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك كيث سفنسن لبحث سبل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. خلال اللقاء أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تعزيز آليات التعاون المشترك واستثمار العلاقات الاستراتيجية الممتدة لخلق إطار عمل متكامل يمتد ليشمل مجالات عمل جديدة مثل التعاون في مجالات التحول الأخضر وتطوير محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه. هذا وقد ربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.68 من ألف تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات فقد صعد مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 76% ليغلق عند مستوى 30,141 نقطة. هذا وقد ارتفع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 72% بالمئة ليغلق عند مستوى 6900 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 54% ليغلق عند مستوى 9881 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاضها لأربعة أيام متتالية مع قلق المستثمرين من التوقعات بشأن الطلب العالمي، لكن انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة حد من الخسائر. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 21% ليصل إلى 76.26 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 15% ليصل إلى 72.4 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 17% لتصل إلى 22.6 دولار للتر. وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.2% لتسجل 2.13 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت مقارنات لبيانات عن الواردات أن الهند تخطت الصين واحتلت صدارة مستورد النفط الروسي في يوليو، وذلك في الوقت الذي تقلص فيه شركات التكرير الصينية مشترياتها
بسبب انخفاض هوامش الربح من إنتاج الوقود. فقد أظهرت بيانات الشحنات الهندية من مصادر بقطاعي التجارة والنفط أن الخام الروسي استحوذ على حصة غير مسبوقة بلغت 44% من إجمالي واردات الهند الشهر الماضي، حيث ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 2.7 مليون برميل يومياً، بزيادة تقدر ب 4.2% عن يونيو و 12% عن المستوى قبل أكثر من عام. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة، ومن جديد عودة إليكما إلهام وسارة. شكرا لك شروق أمان.